السلام على الأحرار والحرائر، السلام على الشرفاء في هذا الوطن. ونحن نقف هذه الوقفة التضامنية، وهي ليست الأولى في هذا المكان. ماذا يعني لنا هذا البيت؟ وماذا يعني لنا هذا المكان؟ هذا البيت وهذه العائلة قدمت شهيدا، وهذا الشهيد هو أصبح عنوان لكل من يمارس الدور الحركي، دور من يناشد الحرية. الشهيد علي بداح أصبح اسمه يتردد على كل لسان، بل قصته بدأ يتناقلها الجميع، وكيف تم تصفيته ليس هنا في البحرين فحسب، بل في كل الدول يعرفون هذا الاسم تماما. ومن بعد هذا الشهيد تعرض عمه الأستاذ قاسم بداح للاعتقال، وهو اعتقال ظالم من قبل هذه السلطة، ليس لشيء إلا لأنه خرج وهو يهتف بذلك الظلم الذي وقع على ابن أخيه، وما يعتصره قلبه من ألم لما يحدث هنا في هذا الوطن. وجاء دور الأب، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الصبور، هذا الرجل الذي تجرع مرارة بعد مرارة وغصة بعد غصة، كيف لا؟ فقد ابنه وهو في ريعان شبابه، فقد ابنه بطريقة مؤلمة، وصبر واحتسب الأمر عند الله، وبقي يتقبل تلك الكلمات المواسية له من هذا الشعب الحر الأبي الشريف.